توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجالس المحافظات في انتخابات هي الأولى منذ عقد من الزمن جرت من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بعدما أعلن مقاطعة العملية التي تقام في 15 محافظة. أنا جيت أشارك بهاي الانتخابات إن شاء الله نأمل التغيير، تغيير بكل شيء، يعني عندنا البطالة، سوء الخدمات، الكهرباء، الشوارع، كل شيء، فإن شاء الله نتأمل منها الخير وتوفيق إن شاء الله للجميع. أنا بالنسبة لي مرشح مستقل وجيت انتخبت. إحنا لازم ننتخب، الانتخابات ضرورية، لازم نغير الفاسدين، إذا ما أنا انتخب وغير ينتخب الفاسدين يبقون بمكانهم، فإحنا لازم نجي نغيرهم. وتخيم حالة من الأحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني بالنفط، لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن. والله إحنا إن شاء الله نتأمل للأحسن ونترجى منهم أن يقدمون للناس هاللي انتخبتهم وكل الشعب العراقي، وهي يشوفون الأوضاع مالتنا فلازم يغيرون حتى يكون طموح الناس، يكون عندهم حافز حتى تبين يعني حكومتنا إن شاء الله هي حكومة ماسكة وتغير الوضع هذا بالعراق. وتعد الانتخابات المحلية استحقاقا سياسيا هاما لحكومة محمد شياع السوداني الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام. ممكن جدا انه اني اتامل صوتي واصوات الشعب العراقي كله اللي يمثلون اللي اختارني انا اللي يمثلنا من الخيرين اللي همهم هو راحة الشعب تحقيق امانية، وارجع واقول لك الهدف هو تحقيق نرجع ننهض بالعراق من جديد حتى نحصل على كل حقوقنا اللي هي ارجع اقول الامن والامان والتعليم والصحة وكل انواع الخدمات اللي نحتاجها، سكن، بالدراسة، تعليم مجاني، وإن شاء الله نستبشر خير. وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط.